جميع الفنانين والفنانات اللي حاضرين معنا، مرحبا بجميع الرياضيين اللي حاضرين معنا، مرحبا بالنجوم ديال السوشيال ميديا اللي كاينين معنا اكيد، اللي بدعوا حتى هما في السنوات الاخيره وقدموا وجه جميل للشباب المملكه المغربيه. مرحبا بالجسم الاعلامي او الصحفي، سواء الصحافه المكتوبه المرئيه المسموعه. السلام عليكم، معكم شابة جيان. فريمون انا فرحانه اليوم اللي كنتواجد مع جميع الاصدقاء اللي منهم فنانه ومنظمين وصحفيين ولاعبين كرة القدم، وكنشكر مسيو سمير على هذه الالتفاتة اللي جمع فيها فنانة، وشحال هذه ما تاحت لنا فرصة باش نكونوا مع بعضياتنا. نو ما كانش غياب غير في واحد الفترة ديال كان بريباري الماستر ديالي. بمناسبة راكم كنتوا ديجا عرفتوا، كانوا جاوا أصدقاء صحفيين ديالنا وهذو كانوا داروا معايا انترفيو بمناسبة ديال الإجازة ديالي، خديتها لا ليسونس في القانون الفرنسي، وكان دابا كان بريباري الماستر. هادشي على شويه غبت على الساحه، مي الحمد لله كان حضور، كانوا يعني اعمال، كنخرج اعمال ان شاء الله، سنقاد اموري وان شاء الله ضروري غنرجع للساحه الفنيه وبقوه هاد المره، حيت كاينين اعمال اللي ما بغيتش نحرقهم، خليهم مفاجاه للجمهور ديالي والناس اللي كيبغيو جيان. كاينين بزاف ديال الاعمال ان شاء الله. بصراحه فريمون هاد الشيء اللي كان طرا مؤخرا كوفيد وهذا يعني استغليته، بصح قريت يعني كنت يعني ساليت الدراسه يعني 100% كيف كيقولوا، مي الحمد لله الانسان ملي كيكون كيبغي شي حاجه كيقدر يتوفق بها، ومن طبيعه الحال يعني القرايه كتبقى يعني فوق كل شيء. مي الحمد لله كاينين الناس، كاينين اصدقاء كيف ما كتعرف حمزه كيساعدوني، مناجر ديالي وهذا يعني مساعدني في الاعمال ديالي، وهذا ما كنلقاش واحد الصعوبات اللي كانت مقارنه في الاول كنلقاها. لا بصح فريمون انا مؤخرا يعني انا بغيت نبعد على السوشيال ميديا، ما يعني ما كنبغيش، انا من الفنانات اللي ما كنبغيش نبارطاجي يعني حياتي ونبقى نبارطاجي اي حاجه ونهضر على اي حاجه. عز عليا يعني كيف ما كاع الناس، عادي جيهان كيف ما كاع الناس، زي شي حاجه خصوصيه ديالي، نبقى شويه بعيده على السوشيال ميديا. عندي قرايه، عندي حياتي، ما عنديش غير انا، ما فاضياش غير الفن يعني بوحدو، عندي بزاف ديال الحوايج، هادشي من الاولويات يعني كالدراسه. هادشي علاش ربما علاش غبت هاد المدة؟ شوف ضروري من الأهداء، أنا بالنسبة لي ما عدوة ديال حتى شي حد، مي ضروري ما كتكتشف يعني باغ فوا حتى كتصدم يعني بشي ناس اللي كتلقاوهم معادينك ودايرك عدو ديالهم وأنت ما في خبارك وما على بالك حتى حاجة. مي عادي، أنا بالنسبة لي هادشي ما كنتفاجئش، مي هذا هو الدومين، وحنا كما كنعرفو كما كتعرفو حتى نتوما، الفن يعني بحر سي نورمال، غتلاقى مع الخيب مع الزوين، ولي لاقينا مع اللي حسن منا يا رب. شنو نقول لك، كل واحد وفي شنو كيبغي، وكل واحد شنو كيرتاح، الله يسهل على كل واحد. كوراج، ما عنديش يعني شي تعليق، اللي كيبغي يدير شي حاجه واللي في دماغه شي حاجه يديرها، اللي يرتاح في شي حاجه يديرها. لا 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 حمزه، كيف ما كتعرف انا عندي الدراسه ديالي، عندي شي حوايج يعني ما انا روتي اليومي ما نديروش يعني، فهمتي ما نديروش. انا شوف انا فنانه كنغني صح، يعني باش زعما اني ندير شي نهار انا شان وكا وروتي اليومي وهذا، لا مستحيل. الجمهور ديالي الناس اللي كيبغي جيهان، كنبغي نقول لكم من منبر اشواق فريمون كنحماق عليكم وكنموت عليكم، وكنشكر المنبر اشواق باكمله، وكنتمنى الكوراج لكاع الفنانه صحابي وصحاباتي اللي كانوا معايا اليوم وكانوا حاضرين معنا. كنحماق عليكم يا احلى جمهور، بيزو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.